السلام عليكم أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم جميعا على قناتكم قناة فوت كافي ديزاد، قناة الكرة الجزائرية وأخبار المنتخب الوطني واللاعبين الجزائريين. بداية ما تنساوش الصلاة والسلام على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم نلتقي معكم باش نكشفوا الناس اللي راهي تكذب والناس اللي راهي تقوم بحملة إسقاط واستمرار تحطيم المنتخب الوطني الجزائري. أكيد كلنا أنا نحترم بالماضي كشخص، نحترم بالماضي اللي فاز بكأس إفريقيا 2019، بارك الله فيك وفرحنا بيك وصفقنا لك ويعني ودرنا لك يعني اللي ما درناها حتى المدرب، لكن بعد ذلك خلاص أصبحت مدرب فاشل، ومغادرتك للمنتخب الوطني هي لمصلحتك أنت ولمصلحة المنتخب الوطني ولمصلحة الجمهور الجزائري اللي ركبت له على الأمراض للأمانة. الآن كاين جماعة عندهم مصالح شخصية، هذو الجماعة باش تعرفوهم هما نفسهم اللي كانوا يقولوا لكم الماتش يتعاود، وكانوا يكذبوا عليكم بالماتش يتعاود، وما زالوا إلى حد الآن يكذبوا مثل ما كذبوا على أحد الأساطير تاع الكرة الجزائرية وفضحهم فضيحة. يعني هما ما يحتاجوش الفضيحة لأنهم المفروض واحد عنده عقل من الضربة تاع الماتش يتعاود خلاص ينكشفوا ينفضحوا، لكن الشعب عاطفي، واش الشعب عاطفي ويتبع يعني الحاجة اللي تفرحوا ولو مؤقتا. هذه يوم يحبوش اللي وجههم بالحقيقة. هذا اللاعب الأسطورة الجزائرية يعني قلت فضحهم فضيحة، نخلي هذا الشيء إلى آخر الفيديو. لكن قبل هذا الشيء، قبل ما نبدأ الفيديو تاعي وقبل ما نكشفوا هذو الجماعة اللي راهم مصرين على أنهم يحطموا الكرة الجزائرية والمنتخب الوطني باش يبقاو يقضوا في المصالح نتاعهم، أولا وقبل كل شيء البعض يقول لك كيفاش المدرب نتاعنا السابق زعف لأنه صادي أقاله بتغريدة. حنا كجمهور، الجمهور تاع المنتخب الجزائري الجمهور اللي يحترم نفسه، ما قيموناش لما رفضوا أنهم يحطوا إعلان تجديد العقد نتاعو. أيا نتحداكم أعطوني إعلان من مصدر الاتحاد، من قال الموقع الاتحادية ولا إحدى الصفحات اللي تنتمي للاتحادية، هيا نستنى فيكم ما أعطونا، أعطونا بيان كما كاع الناس وكما كاع العالم اللي يحترموا الجمهور نتاعهم داروا فيه بيان تجديد المدرب. ما كاش بيان تجديد، ما كاش بيان تجديد، فقط زفيزف هضر قال انا راح نجدو، ومن بعد جا كمال مهوي هضر معاه في ندوه صحفيه قال له ما هي يعني راك جددت العقد تاعك وما هي اهداف العقد، قال له الفوز بالالقاب. احنا ندو الالقاب من تحت، القاب من تحت، تحت موريتانيا. اذا الان راهم يقول لك علاش اقاله بالتغريده، يعني انتوما أو هو رفض لأنه هو اللي كان يتحكم في كل شيء، كان يتحكم في كل شيء لأنه العقد اللي مديور يعني تاع واحد كان هو اللي يتحكم، يعني هو الموضي والمنضى عليه، هو صاحب الاتحادية وهو العامل عند الاتحادية، لأنه لو كان واحد مشرف على الاتحادية ويمثل حقوق الجزائر ما مشكلش يعطي له عقد من دون أهداف. هذه ولا مرة صارت، وربع سنين ولا مرة صارت، دي ديشون اللي لحق النهائي كأس العالم ودا كأس العالم اللي ما قبل وما دارولوش عقد من دون شروط ولا واحد. الركراكي العقد تاعو نصف النهائي كاتريام في الموند، العقد تاعو نصف النهائي، احنا عقد من دون شروط. اذا غلقوا علينا الباب تاع يعني اقاله في تغريده، مدرب يرفض انه يعني التجديد تاعو يكون في بيان للجمهور الجزائري باش يعرف، يرفض يستحق يعني الاقاله بتغريده، ونشوفها تغريده وبزاف. في وقت اخر يعني داروا يعني بيان لما صوروا الهاتف نتاعو، انا نشوف في قضيه تافهه جدا تافهه جدا، صوروا الهاتف نتاعو في حفل تاع قرعه الشان، قال لك صوروا الهاتف نتاع المدرب ودخلوا له في الخصوصيه نتاعو وكذا وكذا وكذا، وهذه كاع السينما وكلون اللي ولفناه يعني متعمد. يعني دونا دوني راكم تعرفوها كيما الندوات الصحفيه وكيما الطائره تاع الدرون، صاحبك دير لنا طياره الفوق قلنا بلي راهم يتجسوا على التيكي تاكا والتكتيك العالمي. المهم خلونا من هذا الباب، نروحوا الان باش نبين لكم بلي هذه الحمله يعني مستحدثه ومصطنعه وما عندهاش علاقه في الواقع. يقول لك بان هناك مؤامره، هناك يعني مخلاوش يخدموا داروا له وعملوا له. بالله عليكم عده لاعبين صرحوا سواء بالميكروفونات ولا بالبيانات نتاعهم اللي احتذروا فيه للجمهور الجزائري. هل شفتوا لاعب قال ان هناك مؤامره ولا كاين هناك ظروف ما خلتناش نربحوا؟ لا،
محرز فقط اللي يتكلم عن ضغط الإعلام، ودوك نجي على ضغط الإعلام. لكن بالمقابل نخليكم تسمعوا محرز واش يهضر كلمة مهمة جدا ونرجع لكم. فوالا maintenant le coach va s'en aller, il y aura une nouvelle génération, il y aura des nouveaux joueurs peut-être, il y aura un nouveau coach. Inch'Allah, Inch'Allah que ça repart sur des bonnes bases, Inch'Allah que il farho encore le peuple parce que c'est et nos familles parce que à l'arrivée. إذا راكم سمعتوا أعزائي المشاهدين محرز واش قال؟ قال لكم بأنه المدرب راح يخرج من المنتخب الوطني وراح نكونوا مع لاعبين جدد ومع جيل جديد ومع يعني مدرب جديد. يعني هنا واش نعرفوا؟ نعرفوا بأنه اللاعبين لما حطوا في المطار، لأنه ذلك اللقاء كان في المطار وكذلك محرز تكلموا عليه بعد يعني قبل الدخول إلى الفندق بعد المباراة، وقال له نفس الكلام بأن المدرب خلاص راح نبداو مع مدرب جديد. يعني أنه المدرب حتى قبل ما يجلس مع صادي أعلن الاستقالة نتاعو، أعلن الاستقالة نتاعو. إذا لما صادي دار التغريدة ما كذبش، الآن تليق لا تليق، وبالتالي المدرب كان مستقيل، المدرب كان مستقيل، ومحرز قالها بلسانه ماشي واحد اخر. ومحرز هل اعلن مساندته للمدرب؟ هل شفتوا لاعب بالله عليكم داروا تغريده ولا منشور كيما راهم ساندوا فيه المدرب؟ ولا لاعب ساند المدرب، ولا لاعب ساند المدرب. هذا ما يعني انه مش محقور، وحده. اثنين، اللاعبين سئموا من اللعب تحت قياده المدرب، خلاص كرهوا، عارفوا بلي ما فيهاش. وحتى من كلام محرز اللي عاود يسمعوا راهو في ديزاد نيوز، اسمعوا الكلام تاعو كامل، ماشي غير في ديزاد نيوز، عده يعني مواقع وعده صفحات وقنوات، يعني يقول نعم هناك ضغط تاع الصحافه ودوك نرجع ليه. وكذلك يقول بانه ما كناش ملاح في ارضيه الميدان، والمفروض اننا كنا الاقوى، والمفروض اننا كنا نفوزوا. ما تكلم على تحكيم، ما تكلم على مؤامره، ما تكلم على مخدومه، ما تكلم على ولا شيء. ودائما نقول ونكرر، اللي يقول لان نحن ما نطبعوش خرجونا بالعاني، هاي فلسطين بروحها مولات القضيه تاهلت للدور الثاني، خطونا من الخرطي هذا والشعوذه تحكم هذه. اذا رانا نشوف بان ولا لاعب ساند المدرب في هذه القضيه المفتعله، لانه رانا نشوفوها اشطاق بقى المدرب ولا منتخب من دون مدرب. اللاعبين هما اللي داخل في المعمعة وما تكلموش، ما تكلموا على مؤامره، ما تكلموا على شيء، ما تكلموا على ظلم، ولا واحد فيهم ساند المدرب، ولا واحد فيهم. يعني انتم اعلم باللاعبين، اللاعبين كرهوا المدرب، اللاعبين اعترفوا بطريقه غير مباشره انهم سئموا من اللعب العشوائي ومن اللا تكتيك، وكل واحد يلعب كما يعرف. والفيديو القادم نعطيكم واحد مصري كان يتكلم على المنتخب الوطني، واليوم شوفوا واش تكلم، وكنت الكلام اللي كنت نقوله الان اصبح يقول فيه الناس اللي يشوفوا عن بعد ممكن احنا تشوفونا اعداء المدرب. نجيب لكم واحد المحايدين اتفرجوا البطوله كيما احنا ويتكلموا فنيا واش تكلموا على منتخبنا. ونعطيكم كذلك حتى يعني رسائل وصلتني من محللين من خارج الجزائر بعد المباراه. المهم فيما يخص الضغط الإعلامي، هذه مشكلة المدرب. في كل الدول العالم هناك ضغط إعلامي كبير صغير قليل، هذه خصوصية احنا تعبارو، احنا نبغوا المنتخب نتاعنا الله غالب، احنا دايرين هكا، اك باغي تخدم معنا مرحبا، ماكش باغي تخدم ما نقدروش نبدلوا لك الشعب ونبدلوا لك الصحافة ونبدلوا لك البيئة باش انت تخدم اعلاس. لا، والراتب اللي تديه المفروض انك تصبر وتخدم خدمتك عادي. اما المدرب هذا الضغط هو دخلوا للاعبين نتاعو، ما دام اللاعب بدا يحس بضغط الصحافه المشكل في المدرب. يعني ما عرفش يمتص الضغط، كيفاش مدرب بالله عليكم في مباراه وديه، في مباراه وديه يروح اللاعب تاع الخصم يتخاصم معاه ويسب له الام نتاعو، هذا يعني منرفي، هذا ما يقدرش يحمي لاعبه من الضغط الاعلامي. مدرب يمسك اللاعب نتاعو بطريقه غير لائقه، شدوا من القميص، هذا المدرب هو ما يقدرش يتكالما، كيفاش يكالم اللاعبين نتاعو. الان نجي الى بلومي، هذو الناس اللي راهم دايرين دي الحمله لانهم ناس كذابين، والكذب نتاعهم المفروض انه بان من المباراه اللي تعاد. لكن 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 الناس اللي عقلها صغير، لانه ديك الكلمه تاع الهيشر قال لك ما تزيدش تقول هيشر احتراما لخاوتنا، اكيد نقولوا عقولهم صغار مازالوا يتبعوا فيهم. نشوفوا بلومي واش قال، لانهم داروا تغريده تاع بلومي، وبلومي وصادي سيندم، ولن نجد مدرب مثل بالماضي، والمنتخب سيذهب الى الهاويه. يعني ما مانيش فاهم انا وين راهي الهاويه اللي اكثر من هذه. شوفوا الاخضر بلومي واش
تكلم عن ما قيل عنه من كذب ودجل، وهذا الديدن نتاعهم والصفات نتاعهم انهم يكذبوا باش يقدسوا، كما كذبوا والقضية نتاع المباراة المعادة باش يقدسوا المدرب ويخلوا المدرب، والمدرب ماشي حبا فيه بل حبا في مصالحهم. يجوهم تليفونات، الو لازم تهضر، دي كيف بالدور ما تقدرش الدور، لازم تقدس حتى ولو تكذب. بلومي يعني موقع دي زاد نيوز اتصل ببلومي ويتكلم معاه ويقول له بلومي يخرج عن صمته ويتأسف من بعض المواقع والصفحات التي فبركت حوارات لم يدلي بها. خرج نجم كرة القدم الجزائرية الأخضر بلومي عن صمته وتأسف بشدة من بعض المواقع والصفحات التي فبركت حوارات لم يدلي بها أبدا. وقال بلومي أتأسف بشدة من بعض المواقع الإلكترونية والصفحات التي نسبت إلي تصريحات لم أدلي بها وحاولت بذلك الزج بي في أمور لا دخل لي فيها أبدا. وأضاف بلومي الجميع لاحظ أني لم أقوم بأي تصريح يخص المنتخب الوطني منذ انطلاقة كأس إفريقيا بالكوت ديفوار، ورفضت عدة عروض من قنوات داخل وخارج الوطن للعمل كمحلل، كما تعذر علي تلبية حضور الدعوة أو دعوة للحضور إلى كأس إفريقيا بكوت ديفوار لانشغالاتي الرياضية والتضامنية. وقال بلومي لم أقم بأي تصريح صحفي فيما يخص المنتخب الوطني وكل ما يرتبط بقضية المدرب جمال بلماضي وكذلك رئيس الاتحادية الصادي، وقال تربطني علاقة أخوية كبيرة جدا وطيبة مع وليد صادي، والذي شرفني السنة الماضية بأن أكون ضمن قائمة أعضاء المكتب الفيدرالي. يعني حتى هما يكتبوا ما حوزوش في الأرشيف، وكم تشوفوا حتى بلومي كان في القائمة تاع يعني صادي، أكم تشوفوا أعزائي المشاهدين، وأعرفه منذ عهد الرئيس السابق محمد روراوة، كما ساعدت له كثيرا وهنأته هاتفيا بعد فوزه بانتخابات رئاسة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وله الخبرة والحنكة لإعادة هيبة كرة القدم الجزائرية. كما قال بلومي الدولة والفاف قدمت ووفرت جميع الإمكانيات للمنتخب الوطني في كان كوت ديفوار قبل وبعد السفر، كما تأسف بلومي للخروج المهين للمنتخب الوطني الجزائري. بلومي يتأسف للخروج المهين، هايز بغيتوها هاو قالها لكم. وكذلك بلومي قال أما فيما يتعلق بمشكل استقالة بالماضي، قال إن للجزائر رجالاتها الوطنيين والجزائر فوق كل شيء. بردتوا؟ ها زيد واش قال لكم بلومي، من فضلكم لا تزجوا بي في صراعاتكم لقضاء مصالحكم الشخصية. كذابين كذابين، وما زالوا ما يهمهمش كرة جزائرية. للأمانة ونعاود ونكرر، بالماضي كشخص احترمه، شكرا لأنك قدمت لنا كأس إفريقيا 2019، لكن بعد 2020 فشل ثم فشل ثم فشل، وهذا يعني كافي لأن تخرج رغم أنه مشي من الباب الواسع. الآن مفروض عليك راح تخرج من الطاقة والطاقة الضيقة، لأنه لو خرجت من الباب الواسع كان عليك أنك تخرج بعد مباراة الكاميرون، أما الآن خرجت من الطاقة الضيقة. أعزائي المشاهدين شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.